السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء، مشاهدينا مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. الجميع تبع قضية وقصة ديال الطفلة شيماء، الطفلة الرجوية المعاقة اللي الآن كنواكبوا الحالة ديالها يعني عن كتب. حنا الآن كنتواجدوا بمصحة كلينيك الأطفال اللي غادي يقوم بالعملية للطفلة شيماء إن شاء الله. معنا الدكتور المتابع للعملية ديال الحالة ديال شيماء بصفة عامة، واللي غادي يجري العملية اليوم في هذا الصباح هذا. غادي نحاولوا أننا نستقيو آراء ديال الدكتور وبعض حول الحالة الصحية ومدى تحسن الحالة ديال شيماء. تابعوا معنا. السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير دكتور. بغينا كمتتبعين بغاو يعرفوا الحالة ديال شيماء ومدى يعني يمكن انه الحالة ديالها انها تحسن احسن من ما هي عليه الان. شكرا. شيماء متبعة في قسم ديال جراحة العظام والمفاصل ديال الاطفال مدة طويلة هذه، وهي كتعاني من واحد الإصابة كتسمى شلل دماغي نتج على واحد اختناق وقع لها أثناء الولادة، وهذا الشلل الدماغي كيأثر على الحركة الكاملة ديال الذات، بحيث شيماء كانت كتعاني من واحد عوجاجات في الرجلين في اليدين وما عمرها ما وقفات، وكتتعثر حتى في الهضره ديالها. رغم هذا كله عندها الكفاءات الدماغيه كامله، بحيث عندها واحد النضج فائق فايت المستوى المتوسط، عندها افكار، عندها واحد اراده قويه. الاعاقه إذن اعاقه حركيه محضه، لذلك احنا كنحاولوا باش نحسنوا لها الوضعيه ديالها، نحسنوا المردوديه ديال الحركه ديالها. وشيماء جرات لها لحد الساعه 4 ديال العمليات على الرجلين، كان عندها واحد الاعوجاج خطير تقادوا الرجلين. من بعد درنا لها عمليه على اليد اليمنى، والان بقات لها اليد اليسرى اللي فيها حتى هي عوجاج ما كيسمح لهاش باش تستعملها في الاستعمال اليومي. لذلك اليوم غادي نقوموا بهذه العمليه الجراحيه اللي غادي تمكننا باش نقادوا لها اليد ديالها، وتسمح لها باش تبدا كتستعمل اليدين بجوج كسائر الناس. وخلال هاد السنتين او ثلاث سنوات اللي فاتت بفضل هاد العمليات اللي تجراو لها تحسنت الوضعيه ديالها، كتجلس وعندها عن طريق المساعده كيمكن لها توقف، بدات كتحاول تتحرك ودير شي حركات ديال المشي. كانت الحاله ديالها متدهوره دكتور هي في الاول يعني قبل العمليات كامله؟ قبل العمليه كانت حياتها يعني كانت ملخصه ما بين الفراش والكرسي والفراش والنعاس، هادشي اللي كاين. الان بفضل هاد الاستقامه ديال الرجلين وديال اليدين بدات كتقدر تجلس وبدات كتحاول توقف، وكنظن ان شاء الله في المستقبل القريب غادي يمكن لها تبدا كتمشى. وهذا كله بفضل هذا البرنامج الجراحي اللي جرى لها، ولقات واحد المساعده كبيره من طرف الناس المحسنين والله يجازيهم بخير. والان ماشيين في هذا الطريق ديال التحسن باش نعطيوها اكبر يعني نسبه ممكنه ديال الحريه في الحركه. حتى انتم دكتور كان عندكم النصيب الاكبر والاثر الكبير على الحاله ديال شيماء، وسمعنا من خلال الام ديالها انه حتى انتم دكتور كنشكركم هذه المناسبه، كنشكركم بالنيابه ديال جميع المغاربه انكم حتى انتم قدمتوا العديد من المساعدات باش الدريه باش الطفله شيماء ترجع شيئا ما، هو ماشي 100% ولكن شيئا ما ترجع للحاله ان شاء الله طبيعيه. فاحنا بهذه المناسبه كلمه للمغاربه، حيت كلهم كيشكروكم صراحه كطاقم طبي كيشكروكم بزاف، كلمه للمغاربه اللي كيشاهدونا الان دكتور.
شكرا على الكلمات. حنا كنعتبروا راسنا كمجندين، هذا واجب وطني، وكنحاولوا ما امكن نكونوا رهن اشاره المواطنين في اي وقت وفي اي مكان باش نخفوا العبء، لان يعني كنعرفوا على ان العائلات اللي عندهم واحد الطفل او طفله كيعانيوا من اعاقه، هم العائله كلها كتعاني معاناه شديده نظرا للتكاليف ديال العلاج، نظرا للموارد اللي كتكون غالبا احيانا قليله، ونظرا للمتطلبات ديال هاد الاطفال المعاقين اللي كتكون اكبر واكبر من المتطلبات ديال الانسان العادي. فلذلك الشكر كيرجع لجميع المساهمين في هذا البرنامج، هذا لا منكم انتم الناس ديال الاعلام، لا من الناس المحسنين اللي كيساهموا في التغطيه الماديه، وبطبيعه الحال الطاقم الطبي حتى هو كيدير المجهود ديالو، ولكن كيف قلت لكم حنا هذا واجب، وكنتمناو اننا نكونوا عند حسن الظن، وحنا بدورنا كنتمنوا لكم التوفيق ان شاء الله، وغادي ان شاء الله ننتظروا حتى تخرج دريم العمليه وغادي نسجلوا معك. وشكرا دكتور. شكرا 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 شكرا. إذا كما سمعتم معنا مشاهدينا كانت هذه التصريحات ديال الدكتور اللي غادي يجري عملية للطفلة شيماء. إذا إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث، على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.